ثم إنه لما كان اليوم الثامن خرج عليه الصلاة والسلام إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات ليلة التاسع بمنى وصلى الفجر. ويسمى اليوم الثامن بيوم التروية لأنه مأخوذ من الري، ري الماء. وتعلمون أنه في القديم لم يكن بعرفات أو بهذه المواضع شيء يستقى منه، فيحتاجون أن ينقلوا الماء معهم، فينقلون الماء قبل يوم عرفة، فهو في اليوم الثامن يسمونه يوم التروية. ومكث عليه الصلاة والسلام بمنى صلى بها الظهر، فالسنة أن يصلي الحاج الظهر بمنى يوم التروية، وهذا من باب التأسي ليس بواجب. بل قال بعض العلماء لو وافق يوم التروية يوم الجمعة، فهل الأفضل أن يصلي الجمعة أم يخرج إلى منى؟ قال طائفة من العلماء الأفضل أن يخرج إلى منى لأنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والوارد أفضل من غير الوارد لأن هذا الوقت في خصوصه وردت فيه السنة، فكونه يفعل هذه السنة في هذا الوقت المخصوص هذا مستثنى، وحينئذ يكون أفضل من بقائه في مكة وصلاته للجمعة. وصلى عليه الصلاة والسلام الفجر وانتظر حتى طلعت الشمس، ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى عرفات من طريق ضب، والمبيت بمنى صلاة هذه الفروض الخمس التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ليس بواجب ولا لازم، لكنها هي السنة أن تيسر للإنسان يحرص عليها. ولم يفعل عليه الصلاة والسلام بمنى غير الصلاة والمبيت صلوات الله وسلامه عليه.